هذا البيت إلنا من 40 سنة وأكثر كمان. بسبب الظروف الأمطار واللي انهدم خرب، جيت أبني بداله أوب ممنوع. ليش؟ بدك رخصة. طب بدي رخصة؟ ما في رخصة. بدفكع. شو بدي أحس؟ بدفكع. يعني بيتي أنا من 40 سنة إلي أنا ذكرياتي وأبوي وجدي كان فيه، اليوم ممنوع أقعد فيه أسكن فيه؟ أنا الحج خلوص عبد الرحيم حج محمد من قرية فروش بيت دجن. كل الضيوف، الضيوف اللي يجي عند أبوي هان يقعدوا هان ويناموا هون يا ما شاء الله عنهم. إحنا 9 أخوان، 9 9 أخوان كنا في هذا البيت، وكنا نزرع هاي الأرض خضرة، وكان فيها شجر برتقال، وكانوا يا محلاها. كان ينام واحده، وكان ينام واحده، وواحده، وواحده، وواحده. حلوة. انت بتشتاق لهذا البيت؟ اوه، هذا كل يوم باجي عليه اتفرج عليه، كل يوم كل يوم باجي بشوفه وبروح، باجي بشوفه. احيانا بعيط عليه. بدنا سلام، بدنا نعيش، بدنا زي هالناس. ضلينا هالكم سنه نعيش نحن هالختياريه، خلينا نعيش بكرامه. لا